الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم المعيدة هاجر فؤاد، هشتغل معاكم بإذن الله مادة البارتنرشيب للفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية جزء الأستاذ الدكتور الجبالي. هنعرض النهاردة بإذن الله المحاضرة الأولى اللي هي شابتر 3 The Admission of a New Partner. إيه هو الأدميشن؟ Admission means a new partner will enter a partnership، يعني انضمام شريك جديد للشركة. الفورمس of admission، إيه هي أشكال الانضمام عندي؟ through purchasing أو through new investment. through purchasing يعني إن new partner هيشتري من old partner، وهنا total capital will be the same لأن الكابيتال موجود already ولكن ملكيته هي اللي اختلفت. والnumber of partners may increase or stay as it، لأن ممكن الشريك الجديد ده يشتري نصيب الشريك القديم كله، وفي الحالة دي النمبر of partners هيفضل زي ما هو، أو ممكن النيو بارتنر يشتري جزء من نصيب شريك قديم، وفي الحالة دي النمبر of partners هيزيد. في عندي خطوتين في الادميشن through purchasing، وهما رقم واحد record the transfer from old partner to the new partner، يعني هعمل القيد أو هسجل. والخطوة الثانية write a report to confirm that new partner has paid the right of the old partner in cash، بمعنى ان انا بكتب زي نوت كده بقول فيها ان النيو بارتنر ده دفع للأولد بارتنر. وهنا في حالة الادميشن through purchasing لما النيو بارتنر ده بيدفع more or less للأولد بارتنر، الفرق ده انا هنا سواء بزيادة او بالنقص هنا ما بيشغلنيش، لان دي بتبقى direct relation، بتبقى علاقة مباشرة ما بين الأولد بارتنر والنيو بارتنر، والقيد هنا بيبقى بالترانسفيرد اماونت فقط بغض النظر هو دفع كام. الشكل الثاني من اشكال الانضمام هو الادميشن ثرو نيو انفستمنت، وهنا شريك جديد بيدخل بكابيتال جديد بفلوس جديده، معنى كده ان الكابيتال بيزيد وفي نفس الوقت برضو نمبر اوف بارتنرز ويل انكريز. هنا في الادميشن ثرو نيو انفستمنت عندي 3 حالات. الحاله الاولى being the required exactly، يعني ان النيو بارتنر ده دفع نفس مقدار الشير اللي هياخده، يعني الكاش بيساوي الشير، يعني هو مثلا لو دفع 50,000 يبقى هياخد حصة قدرها 50,000، وهنا القيد بيبقى من الكاش لكابيتال النيو بارتنر. الحالة التانية اللي هي being less than the required، بمعنى ان النيو بارتنر دفع اقل من مقدار الشير اللي هياخده، يعني الكاش اقل من الشير، مثلا هو دفع 50,000 عشان ياخد حصة قدرها 60,000. الفرق ده عندي بيعتبر كبونص، بونص من الأولد بارتنر، يعني هينقص الكابيتال بتاعهم للنيو بارتنر، وهنا القيد هيبقى من الكاش بالاكشوال اماونت اللي هي البيد الفعلية، وكابيتال الاي والبي هيقل اللي هما الأولد بارتنر هيقل بمقدار البونص لكابيتال السي اللي هو النيو بارتنر. الحالة التالتة being more than the required، الحالة التالتة اللي هي عندي ان النيو بارتنر ده دفع اكتر من مقدار الشير اللي هياخده، يعني الكاش اكبر من الشير، دفع مثلا 60,000 عشان ياخد حصة قدرها 50,000. الفرق ده اللي هو 10,000 هيعتبر حاجة من اتنين، يا اما بونص يا اما جودويل. في حالة البونص هو دفع بزيادة، اذا دي بونص from new partner to the old partners، يعني البونص دي هتزود كابيتال الاولد بارتنر، والقيد هيبقى من الكاش بالبيد اماونت الفعلية لكابيتال السي اللي هو نيو بارتنر بالشير، وكابيتال الاي وكابيتال البي اللي هو الفرق ده اللي هو بمقدار البونص. في حالة الجود ويل يعني هنعتبر ان الفرق ده بسبب الجود ويل اللي هي الشهرة او سمعة الشركة. ازاي انا احسب قيمة الجود ويل؟ بتساوي الفرق اللي هو الفرق ما بين مثلا 60,000 والـ50,000 في الانفيرس اوف ذا شير اللي هو مقلوب نسبة ملكيته، يعني لو هو نسبة ملكيته بعد الانضمام تلت هيبقى مقلوبها 3:1. وفي الحالة دي احنا هنا بنعمل قيدين، قيد للجود ويل وقيد للادميشن. قيد الجود ويل هنا بيزود الجود ويل وفي نفس الوقت برضو بيزود كابيتال الاولد بارتنر، يبقى جود ويل وكابيتال الاولد بارتنر كريدت. الادميشن انتري بيبقى من الكاش لكابيتال سي اللي هو كابيتال النيو بارتنر. تعالوا بقى نشوف الكلام ده بالارقام، وده موجود عندي في example 3 page 113.
بيقول لي هنا في المسألة مارتن and أدريان are partners sharing profits and loss بنسبة 70 to 30 respectively. Their capital account balance ب 42,000 وأدريان ب 28,000. وبعد كده بيقول لي journalize the admission of Harrell to the partnership under the following independent conditions. مديني تلات حالات مختلفة، وفي الحالة الأولى بيقول لي إن new partner ده invests 30,000 بنسبة ملكية هتبقى الربع، والفرق ده هنعتبره كgoodwill. الحالة التانية بيقول لي إن new partner invest 10,000 ونسبة ملكيته هتبقى الخمس، وفي الحالة التالتة بيقول لي إن new partner ده اشترى تلت الكابيتال اللي موجود بتاع الأولد بارتنر. طيب نبدأ الحل بالحالة الأولى اللي هي إن النيو بارتنر استثمر 30,000 ونسبة ملكيته هتبقى الربع، وإن الفرق ده يعتبر كجودويل. نجيب الكابيتال بيفور أدميشن اللي هو 42 بلس 28 يدينا 70,000. طيب التوتال كابيتال أفتر أدميشن بيساوي الكابيتال بيفور أدميشن اللي هو 70,000 بلس النيو انفستمنت اللي هو اللي النيو بارتنر دفعه اللي هو 30,000 هيدينا 100,000. طيب دلوقتي أنا عايزة أعرف نصيب النيو بارتنر. هو قال لي إن نسبة ملكيته هتبقى الربع، يعني ربع من الكابيتال أفتر أدميشن، يبقى ربع في الكابيتال أفتر أدميشن اللي هو 100,000 يدينا 25,000. إذا هو دفع 30,000 عشان ياخد حصة قدرها 25,000، إذا هو دفع بزيادة كام؟ 5,000. قلنا إن الفرق ده لما بيكون الكاش أكبر من الشير يبقى الفرق ده إحنا بنعتبره بسبب الجودويل أو بسبب البونص، وهو في الحالة الأولى قال لي إن الفرق ده هيكون بسبب الجودويل. طيب دلوقتي عايزة أجيب قيمة الجودويل، بجيبها بالفرق اللي هو 5,000 ده في الانفيرس اوف هيز شير اللي هو مقلوب نسبة ملكيته، هو نسبة ملكيته الربع مقلوبها يبقى 4/1 في 5,000 يدينا 20,000. نيجي بقى للقيد بتاع الجودويل، وده بيزود الجودويل وبيزود الكابيتال بتاع الاولد بارتنر، يبقى الجودويل بال20,000 والكابيتال الاولد بارتنر اللي هو مارتن وادريان بكام؟ هو قال لي في المسألة sharing profits and loss بالنسبة 70 to 30، يبقى مارتن بيبقى 70/100 في 20,000 نصيبه 14,000، وادريان 30/100 في 20,000 نصيبه 6,000. الادميشن انتري وده من الكاش لكابيتال النيو بارتنر ب 30,000. بعد كده الحالة التانية اللي هي النيو بارتنر استثمر 10,000 بنسبة ملكية خمس. طيب الكابيتال بيفور ادميشن هيبقى ال 42 بلس ال 28,000 هيدينا 70,000. توتال كابيتال افتر ادميشن بيساوي الكابيتال بيفور ادميشن اللي هم 70,000 بلس الفلوس اللي دفعها النيو بارتنر اللي هي 10,000 هيدينا كام؟ 80,000. عايزة اعرف برضو نصيب النيو بارتنر هيبقى كام؟ هو في المسألة قال لي نسبة ملكيته هتبقى الخمس، يبقى الخمس ده من الكابيتال افتر ادميشن، يبقى الخمس في 80,000 يدينا 16,000. اذا هو دلوقتي دفع 10,000 واخد حصة قدرها 60,000، اذا هو دفع اقل، يبقى فيه ديفيسيت بايمنت، 16 ناقص 10 يدينا 6,000. قلنا ان الفرق ده كده هيعتبر عندي بونص من الاولد بارتنر للنيو بارتنر. طيب بونص من الاولد بارتنر يعني هينقص لي الكابيتال بتاعهم، يبقى عندي القيد هيبقى من الكاش بال10,000 وكابيتال الام وكابيتال الاي بكام؟ بالفرق اللي هو قال لي شيرنج بروفيتس اند لوس بنسبه 70 إلى 30، يبقى 70/100 في الفرق اللي هو 6,000، يبقى نصيب الام ب 4,200 ونصيب الاي ب 30/100 في 6,000 يدينا 1,800، وكريدت الكابيتال اللي هو بتاع النيو بارتنر اللي هو هارل بكام؟ ب 16,000. بعد كده الحالة التالتة بيقول لي ان نيو بارتنر اشترى عندي تلت الكابيتال بتاع الاولد بارتنر، يبقى هنا الادميشن ثرو بيرشيزنج، لكن في الحالة الاولى والتانية كان ادميشن من خلال ان هو نيو انفستمنت. هنا في الحالة دي هو يشتري تلت كابيتال مارتن وادريان، معنى كده ان كابيتال مارتن وادريان هيقل بالتلت، يبقى كابيتال مارتن تولت في 42,000 يدينا 14,000، وكابيتال ادريان ديبت تولت في 28,000 يدينا 9,333، وكريدت كابيتال النيو بارتنر ب 23,333. وبعد كده بنعمل زي نوت ونقول a report should be written to confirm that new partner paid the right of the old partner in cash. بعد كده example 4
page 115 بيقول لي هنا في المسألة إن أنا عندي ال H وال M دول old partners وبعدين حصل في revaluation وبعد يعني إعادة التقييم وإن capital ال H وال M دول بقوم 85,500 بعد revaluation اللي حصل. وبعد كده بيقول لي إن ال partners دول sharing profits and loss equally. وفي 1 يناير 2017 انضم شريك جديد وهتبقى نسبة ملكيته تلت وإن بعد الأدميشن ده هيتشاركوا النت إنكم بنسبة 4 إلى 5 إلى 1. المطلوب إننا نسجل الأدميشن ده في حالتين، الحالة الأولى إن نيو بارتنر دفع 90,000 والحالة التانية إن نيو بارتنر دفع 81,000. نبدأ الحل بالحالة الأولى اللي هو دفع فيها 90,000. عايزين نجيب الكابيتال before admission اللي هو 85,500 لل H و 85,500 لل M هيدينا 171,000. طيب التوتال كابيتال after admission بيساوي الكابيتال before admission اللي هو 171,000 بلس النيو انفستمنت اللي هو دفعه النيو بارتنر ب 90,000 يدينا 261,000. طيب دلوقتي انا عايزة اعرف نصيب او حصة النيو بارتنر اللي هو السي ده، يبقى اضرب نسبة ملكيته اللي هو التلت في الكابيتال افتر ادميشن اللي هو 261,000 يدينا 87,000. اذا دلوقتي هو دفع كاش 90,000 واخد حصة قدرها 87,000. اذا الفرق ده هو 3,000 دفع بالزيادة الاكزيس بايمنت اللي هو الفرق ما بين 90 و 87,000. الفرق ده لما بيكون بزيادة قلنا بنعتبره يا إما جودويل يا إما بونس. نحل الأول بطريقة الجودويل. عايزين نجيب قيمة الجودويل بيساوي الفرق اللي هو الإكزيس بيمنت اللي هو 3,000 في مقلوب نسبة ملكيته. هو نسبة ملكيته كانت التلت، مقلوبها هيبقى 3 على 1 هيدينا 9,000. بنعمل قيدين، قيد الجودويل يبقى الجودويل انتري، بنزود الجودويل فهتبقى ديبت بال9,000 وكريدت الكابيتال بتاع الاولد بارتنر، وهو قال لي شيرينج بروفيتس اند لوس ايكوالي، يبقى ال9,000 دي هتتقسم عليهم بالتساوي، يبقى كريدت كابيتال اتش النص في ال9,000 يدينا 4,500 وكابيتال ام النص في ال9,000 يدينا 4,500. وبعد كده الادميشن انتري هيبقى من الكاش لكابيتال سي ب 90,000. طريقه البونص هنا النيو بارتنر دفع بزيادة، إذن دي هتعتبر بونس from النيو بارتنر للأولد بارتنر، والقيد هنا هيبقى من الكاش اللي هو دفعه exactly، دفع 90,000 للكابيتال بتاع النيو بارتنر اللي هو 87,000، وقلنا إن الفرق ده هيبقى بونس من الأولد بارتنر، يعني هينقص كابيتال الأولد بارتنر، وهو قال لي sharing profits and loss equally. يبقى كابيتال ال H نص في 3,000 ب 1,500، ده نصيب كابيتال ال H من الفرق اللي هو ال 3,000، وكابيتال M كريدت اللي هو النص في ال 3,000 يدينا ال 1,500. نيجي بقى للسكند اسامبشن اللي هو قال لي ان هو دفع فيها 81,000. طيب نجيب برضو الكابيتال بيفور ادميشن اللي هو ال 85,000 لل H و 85,000 لل M يدينا 171,000. التوتال كابيتال افتر ادميشن يدينا الكابيتال بيفور ادميشن اللي هم ال 171,000 بلس ال 81,000 اللي هو نيو انفستمنت اللي هو اللي نيو بارتنر دفعه يدينا 252,000. برضو عايزه اعرف نصيب النيو بارتنر، يبقى نسبه ملكيته اللي هي التلت في الكابيتال افتر ادميشن اللي هو 252,000 يدينا 84,000. اذا هو دفع 81,000 واخد حصة قدرها 84,000، اذا هنا في deficit payment، يبقى ال 84 ناقص ال 81,000 يدينا 3,000. ال 3,000 دي لان الكاش اللي هو دفعه كان اقل من الشير اللي هو هياخده. الفرق ده يعتبر عندي bonus from the old partners للنيو partner. يبقى القيد عندي هيبقى من الكاش اللي هو دفعه فعلي 81,000 debit وكابيتال ال H وكابيتال ال M بالفرق اللي هو ال 3,000 ده، لان هي تعتبر بونص منهم هما، يبقى النص في ال 3,000 ب 1,500 ونص في 3,000 ب 1,500 دول ديبت وكريدت كابيتال النيو بارتنر اللي هو السي ب 84,000. دي كده يا شباب كانت المحاضرة الأولى، يا رب تكونوا استفدتوا إن شاء الله. بالتوفيق ليكم جميعا.